يعتبر قصر عيت بن حدون مصنف تراثا عالميا من أهم القصور التاريخية بالجنوب الشرقي بمعماره وزخارفه، وواحد من بين الكثير من القصبات والمناظر الكثيرة بالمنطقة. كاين لا فالي ديال تلوات من هنا لطريق نيلا، كاينين دي بيجي، كاينين دي في باراناميك، داكشي زعما زوين. المهم السياحة بالنسبة للسياحة زوين. مرورا عبر الطريق الإقليمية بين عيت بن حدون صوب تلوات، مناظر طبيعية خلابة وقصبات قديمة كانت من إلهامات الرسام العالمي ماجوريلا، وصولا إلى قصبة الجلاوي بتلوات. ما عندهاش ما فيه الكفاية من التعريف لجلب المزيد من السواح سواء فرنساويين أو كذلك. هناك مشكل آخر أن تلوات عندها بعد دولي، ولكن على الصعيد الوطني ما معروفاش، وبالتالي نحتاج إلى مزيد من مجهودات باش نعرفوا بهذه المنطقة. ترى تدوز شي ألف ولا ألفين، ألفين دابا راه كاينين دابا نيت، ولكن تيجيو تيلقاو البلاد كما خلوه، تيجيو الناس اللي تيعاودوا يجيو، ولكن خص القوام وخص الخدمة، خص الطرقان. تم ضغط تلوات وعيت بن حدو مناطق مسجلة في دلائل السياحة العالمية، وتعتبر من أكبر المزارات السياحية بإقليم ورزازات.